معي عبر الهاتف من دبي الدكتور خالد القاسمي، المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج. أهلا ومرحبا بك يا دكتور. بداية، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية قال إن قطر قامت بتسريب مطالب الدول الأربع، هل يعد ذلك مؤشر على احترامها للوسيط في هذه الأزمة وهي دولة الكويت؟ وهل تعتقد أن هناك من المؤشرات بعد هذا التسريب ما يدعو إلى التفاؤل بأن قطر ماضية في مهلة العشرة أيام بشكل جدي؟ شكرا جزيلا وأيام مباركة عليكم إن شاء الله. عليك. بالنسبة لقطر طبعا كما صرح الوزير يعني بأن تسريب أصلا الوثيقة قبل التباحث حولها، هذا يعد يعني للأسف عملية صبيانية أو نقول عنها يعني عملية مراهقة تعودنا عليها يعني من قطر. وبالتالي إذا كانت قطر لم تستجب في السابق لأمور بسيطة كإغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن دعم الإرهاب، فما بالها ستستجيب لل 13 مطلب يعني، ومنها يعني إغلاق القاعدة التركية وأيضا العلاقات مع إيران تحديدها. طيب، لنبقى في وصف وزير شؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش في تصريحه، قال إن قناة الجزيرة هي نشرة للإخوان المسلمين وليست كما كانت قبل 10 سنوات. يعني كان هناك تأسيس لسمعة وصورة معينة لهذه القناة تم الانحراف عنها بما يخدم السياسات القطرية والأجندة القطرية في المنطقة، ووصفها أيضا بأنها هي لسان حال التطرف والتهييج. هل بدأ هذا التغير واضحا في تلك القناة؟ قبل قليل عرضنا تقريرا يرصد ربما أخبار يوم أو يومين في الجزيرة، نعم، ورأينا حجم الفبركات ومحاولة دس السم في العسل وتغيير لقطة ربما أو صورة معينة أو فيديو معين محاولة تحويره من أجل خدمة الأزمة القطرية. حقيقة قناة الجزيرة أصلا أسست على هذا المبدأ وعلى ما يسمى بالربيع العربي ومحاولة نشر الفوضى والخراب في البلدان، فجاءت بهذا الأساس. حتى وإن كانت في بدايتها في 96 أو 95 بدأت بالتحدث عن أمور تتعلق بالقومية والوحدة العربية، إلا أن يعني تحولت فورا إلى هذا المجهود وأصبحت فعلا أداة بيد الإخوان وأداة بيد الإسلام السياسي والتنظيمات الإرهابية. نحن نذكر كيف كانت تبث أحاديث لأسامة بن لادن وتبث أحاديث لجماعة القاعدة، وكيف كانت تصل أشرطة القاعدة أصلا التي فجرت وعملت إلى قناة الجزيرة إن لم يكن هناك تعاون يعني كبير مع الإرهاب، وتأسيس لهذه الفكرة يعني فكرة القناة بأن تكون يعني صوت للإرهابيين للقاعدة وبعدها الآن للنصرة والدواعش وغيرها. فلا أعتقد أن قطر يعني سوف توقف هذه القناة إلا بتغيير سياسة كاملة. فما يعني حينما تكون سياسة غير سياسة قطرية غير متناغمة مع مجلس التعاون، تصف الجماعات الإرهابية بأنها اختلاف في المسمى أو اختلاف في التسميات، في حين يعني كل دول المنطقة والدول العربية تعاني من الجماعات الإرهابية. أمس كانت تفجير محاولة تفجير المسجد النبوي الشريف، يعني هذا كله من الدعاية ومن السموم الإعلامية التي تبثها أمثال الجزيرة وغيرها من القنوات، والتي أيضا تمولها قطر سواء كانت في لندن كالحوار أو غيرها. بلا شك أن هذا الفكر المتطرف هو الذي يؤدي إلى هذه الأعمال الشنيعة التي تلصق للأسف بالإسلام يعني. شكرا جزيلا لك من دبي الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والباحث في شؤون الخليج.